ولكن البداية من مركز كامدن للفنون، حيث تجولت سهى زين الدين في أحد معارضه الذي يحاول شرح رسائل أو أعمال الفنانة البريطانية التشكيلية تشايلا ويكلي. وهي فنانة تشكيلية بريطانية اشتهرت بأنها من رواد الفن التجريدي. لم يمضي طويلاً على رحيل الفنانة التشكيلية تشايلا ويكلي، وها هو مركز كامدن للفنون يكرمها بمعرض لأعمالها. ذهب وحرير، فاكهة وخضار من المواد التي استخدمتها تشايلا في هذا المعرض. جاءت فكرة المعرض لدى عملنا مع أربعة فنانين، هم الرسام البرازيلي تونغا وتاتيانا غرينبر المقيمة أيضاً في البرازيل، والكاتبة والمتعاهدة الفنية من لندن سارة كينت وأنتوني مالونوسكي. جميعهم عرفوا تشايلا عن قرب، وبعد وفاتها بات من المهم عرض فنها لتعريف جمهور أوسع بها. الفكرة كانت موجودة منذ سنوات، لكننا بدأنا بجمعها عملياً العام الماضي. تونغا، أنت ممن أرادوا تكريم الفنانة عبر هذا المعرض، لماذا الآن؟ التقيت تشايلا قبل زمن بعيد وكان بيننا تعاون وثيق، لكن للأسف لم يكن لتشايلا صالة عرض في لندن تظهر مختلف ممارساتها الفنية، وأظن أن هذا المعرض يأتي ليملأ الفراغ. المثير في هذا المعرض أنه يجعلك تتابع كيف يسير الكون من خلال مختلف الوسائط الفنية، فتشايلا لم تكن فقط فنانة تقدم قطعة فنية جاهزة، بل أيضا شاعرة تنظم الشعر من الأمور اليومية ومن حياتها الخاصة أحيانا. هي أشياء تصنعها حينا لعالم الفن، وأحيانا تصنعها لنفسها. في هذا المعرض نحاول أن نجمع بين هذين الجانبين. إذا نظرت إلى هذه الطاولة ترين كم هي مرهفة وكم خاصة هي بعض هذه الممارسات الفنية. حتى على هذا المستوى في هذه الظروف ورغم حجمها الصغير تبدو كأنها أعمال كبيرة، وبنفس أهمية القطعة الكبيرة كهذا البساط الحريري المعروض هنا. هذا العرض يقدم نوعاً ما نظرة إلى الماضي. تشايلا ويكلي ولدت في العام 1932 وتوفيت عام 2011، والمواد التي ترينها هنا أخذناها من الاستوديو الخاص بها، وكثير منها لم يكن جاهزاً للعرض. اللوحات الزيتية كانت موضبة، والرسوم لم تكن موضوعة في أطر. لقد شكل جمعها معاً مهمة استكشافية. ترين هنا أعمالاً من مطلع السبعينيات، من بدايات تشايلا المهنية وصولاً إلى أعمال قدمتها قبيل وفاتها. المعرض يسلسل مسيرتها الفنية كاملة، ويعرض كل الوسائل التي عملت عليها وكذلك أفكارها، لذا فهو معرض شامل. شخصية تشايلا لم تكن هشة أو ضعيفة أبداً، وكذلك أعمالها حملت الكثير من الأنوثة في حسها للعالم. الحياكة والقدرة على استخدام اليدين في أشياء صغيرة ودقيقة هي أمور خاصة جداً وأنثوية جداً وهشة، لكنها قوية وانفعالية في الوقت نفسه. استخدمت تشايلا ويكلي في فنها وسائل عديدة، كثير منها سريع الزوال ومأخوذ من الطبيعة. لذلك عملت على الكركم، كما استخدمت حبات فاكهة حقيقية
طلتها باللون الذهبي وتركتها تذبل وتتحول إلى ما سمته بشبح الفاكهة. استخدمت الخزفة والأطباق غير القابلة للاشتعال والأسلاك وكل هذه الموضوعات المتناغمة، بحيث تلاحظين خلال السير في المعرض محاولات الفنانة الاستكشافية. في صالة العرض الأولى هناك الكثير من الأوعية المصنوعة من الطين، وهي مادة استخدمتها شايلا أيضاً في الكثير من رسومها. أسلوب شايلا منذ بداياتها التجريبية قام على الاهتمام بما هو خفي وكيفية جعل شيء كالروح يظهر. أنت بحاجة إلى التجريب لتحقيق ذلك، فاستخدمت الرسم والطين في محاولة لإظهار ما لا يظهر. راحت تعمل على العطور، وأظن هكذا حصلت على فكرة العمل على مادة في الوقت نفسه، شيء تراه ويستحضر إليك شيء لا تراه، كما الحال مع الكركم. لذا فعندما تدخلين تلك الغرفة ترين الرسوم والقوالب على الأرض، وكذلك تشعرين بالعطر في محاولة لتحويل العطر إلى نسق يترجم مساحة على الأرض.